ضربك. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناتكم الرياضية سبورت الناظور. إذن الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب القسم أول هو الشطر الشمال بالملعب البلدي بالناظور، المقابلة التي تجمع بين فريق الهلال الرياضي الناظوري وفريق النسمة السطية. المقابلة تدور في جو مميز بحضور جماهيري هنا بالملعب البلدي بالناظور، وحكام المقابلة الحكم الوسط سليمان العاطفي، محمد البيضاوي وعبد الهادي عريبات من عصبة فاس مكناس، المندوب محمد بلقدور من عصبة الشرق. إذا الطاقم التحكيمي من عصبة فاس مكناس الذي سيدور هذه المقابلة، مقابلة فريق الهلال الرياضي الناظوري والنسمة السطية. فريق الهلال الرياضي الناظوري يدخل بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى بلال قصيد وإبراهيم المليحي، محمد الماحي، رشيد القرناوي، صلاح الدين حسيني، أحمد مرشوح، أيوب القنفاوي، ياسين الطاهري وعبد الصمد الحشيش ويوسف هواجي وعماد الأبيض. إذن حارس المرمى هو يوسف بوحو بدل بلال قصيد، والاحتياط أسامة غفاري، أحمد بوجمان، يسري طالبي وأيوب أوري. إذا تشكيلة النسمة السطية: نوفل العالي، يونس بريقي رقم جوج، ياسين نجاح، حمزة الزروال، محمد أمين الرافي، حمزة قرقور المهدي بيادي، محمد البوشي، عبد الرحيم أزقان، وأيمن فايزي، وسهيل بصاق الاحتياط بوشعيب مفهومي وحسن حقبول. هذه كانت تشكيلة النسمة السطية الحاضرة لمدينة الناظور لإجراء الجولة 15 والجولة الأخيرة من الإياب هذا القسم، الأول هو شطر الشمال. إذن على انطلاقة حكم المقابلة السيد سليمان العاطفي من عصبة فاس مكناس هنا بالملعب البلدي بالناظور. إذن كما أشرنا أن المدرب هلال الناظور عمر حاسي يعتمد على الحارس يوسف بوحو اليوم بدل بلال قصيد، وباقي اللاعبين إبراهيم المليحي، محمد المحي، رشيد القرناوي، صلاح الدين حسيني، أحمد مرشوح وأيوب القنفاوي، ياسين طهيري، عبد الصمد الحشيج ويوسف هواجي وعماد الأبيض. هذه التشكيلة التي ستخوض المقابلة اليوم هنا بالملعب البلدي بالناظور. إذن متتبعي القناة الرياضية سبورت ناظور، نرحب ونجدد الترحاب بكم على هذا النقل المباشر في انتظار إعلان الحكم السيد سليمان العاطفي عن انطلاقة مجريات الشوط الأول من الجولة 15 لقسم الأول هواة شطر الشمال. إذن على بركة الله الحكم سليمان العاطفي يعطي انطلاقة المقابلة، والكرة للاعب الهلال الرياضي الناظوري رشيد القرنفاوي، للاعب صلاح الدين حسيني، إذن الكرة للاعب هلال الناظور، تمريرة طويلة، الكرة لفائدة لاعبي النسمة السطية. إذا نذكر الجمهور بضرورة المشاركة هذا المباشر.
إذن الكرة للاعبي الهلال الرياضي نظري. لمسات كروية قصيرة بين اللاعبين. الكرة لإبراهيم الملحي. الكرة في معترك عمليات نسبة استطيع. الكرة مسألة هلالية. وتدخل اللاعب الهلالي. إذا تماس لفريق النسمة السطية وياسين الطاهري. إذا تمريرة. إذا رشيد القنفاوي. كرة لإبراهيم. إذا الكرة لصالح حسيني. مباراة الهلال الرياضي النظري والنسمة السطية في الجولة الخامسة والأخيرة من مقابلة الإياب. الكرة لفائدة رشيد القفاوي. إذن تمريرة الحارس يصبح وتمريرة طويلة. إذا لاحظوا لاعب بلاعب تكتيك المدربين في هذه المقابلة وخطأ لفائدة النسمة السطية في هذه الأثناء. مازال الجماهير الرياضية الهلالية حاضرة وتحضر بقوة لمساندة الفريق في هذه المقابلة المهمة. إذن الكرة للاعب النسمة السطية. إذن إبراهيم يمرر الحارس يوسف بوحو. إذن الكرة هلالية. رشيد القنفاوي. صلاح الدين حسيني. كرة لصلاح الدين حسيني. تمريرة. إذا تدخل الدفاع نسمة السطية وتمس في هذه اللحظة. تدخل الدفاع السطاتي نسمة السطية. كرة لصلاح الدين حسيني وتدخل موفق. تمريرة يوسف هواجي لكن خارج أرضية الملعب و 550 لفائدة النسمة السطية في هذه المقابلة. إذن لازلنا الدقائق الأولى من الشوط الأول للجولة 15 قسم الهواة الأول. رشيد القنفاوي لاعب وتمس
للاعب إبراهيم المليحي. إذن الكرة لصالح نسمة استطيع. واحد تدخل رشيد القرفاوي. ياسين الطاهري لاعب بلعب محاولة ياسين الطاهري وتماس لهلال النضور. إذن رشيد القرفاوي مراوغات هلالية. إذن الكرة هلالية بين ياسين الطاهري وابراهيم وتمرير الحارس المرمى. إذن في هذه الدقائق السيطرة هلالية للوصول إلى مرمى النسمة استطيع. كرة للاعبي النسمة استطيع. إذا محاولة يوسف الهواشي والكرة تمريرة لكن 55 بعد التمريرة طويلة للاعب أحمد مرشوح. وحارس مرمى النسمة استطيع. إذن تسلل ورشيد القرفاوي الكرة تمرير رشيد القرفاوي تمريرة طويلة. عماد الأبيض ياسين الطاهري وخطأ للنسمة استطيع. إذن تمريرات قصيرة بين لاعبي النسمة استطيع. تمريرة طويلة وترك العمليات وركنية أولى للنسمة استطيع. في هذه الأثناء مشريات الشوط الأول ضربة ركنية أولى لفريق النسمة استطيع. ونذكر الجمهور الرياضي المتابع لهذه المقابلة بضرورة المشاركة لهذا المباشر. إذا اللاعب بلعب في معترك عمليات هلال النضور وتمريرة طويلة والدفاع يتدخل لإخراج الكرة لكن كرة استطيع. إذا لاعب النسمة استطيع ومحاولة عماد الأبيض للوصول إلى الكرة. إذا لاحظوا تماس للنسمة استطيع. جو مميز هنا بالملعب البلدي بالنضور وأجواء
القسم الأول هو شطر الشمال، يجمع بين فريق الهلال الرياضي الناطوري لكرة القدم وفريق النسمة الصاتية. إذن مجريات المقابلة، لاعب صلاح الدين حسيني تمرير طويلة وعماد الأبيض في متابعة الكرة. إذن لاعب عماد الأبيض داخل معترك العمليات ويراوغ، يعني لاعبين بلاعب مع عماد الأبيض. مازالت الكرة هلالية، إذن تمريرة طويلة لإخراج الكرة. إذن الكرة للاعبي إذن الكرة استاتية، لكن تدخل الدفاع بنجاح. إذن الكرة هلالية وياسين الطهيري يخرج الكرة لمحاولة إسعاف اللاعب. إذن سقوط لاعب الهلال الرياضي برقعة الملعب. إذن المقابلة متوقفة الأثناء. إذن في انتظار إسعاف لاعب الهلال الرياضي الناطوري. إذن أجواء حماسية هنا بالملعب البلدي بالناظور. وبكل الروح الرياضية لاعبي النسمة الصاتية يعيدون الكرة لهلال الناظور بعد عودة المايسترو صلاح الدين حسيني، والكرة لرشيد القرفاوي. رشيد القرفاوي وابراهيم المليحي تمريرة يسوى له وجهي محاولة لاستعادة الكرة. التمريرة عماد الأبيض إذن الكرة في معترك النسمة الصاتية. لاعب يعني لياقة بدنية كرة للنسمة الصاتية في هذه اللحظة. تمريرات قصيرة للوصول إلى مرمى، حارس يصبح إذن الكرة خارج أرضية الملعب. 550 للحارس الهلالي بوهو يوسف بوحو.
إبراهيم المليحي وياسين الطاهري وخطأ لنسمة الساتية شاهدنا محاولات لاعبي الهلال الرياضي الناظوري للوصول إلى مرمى النسمة الساتية وخطأ في هذه الأثناء للنسمة الساتية من التمريرة الطويلة الكرة 55 ديال حفاوة الجماهير الهلالية الحاضرة في هذه المقابلة والكرة هلالية لاعب بلاعب تمريرة خاطئة إذن تماس لفائدة النسمة الساتية وتفاعل الجماهير الهلالية في هذه الأثناء أجواء مميزة في هذه المقابلة الجولة 15 والكرة هلالية لكن اللاعب يفقد السيطرة على الكرة محاولة ياسين طيري والجماهير تنادي الهلال تشجع لاعب الهلال الرياضي الناظوري من المدرجات الملعب البلدي بالناظور وياسين الطهيري إذن يصعب التعليق في الأثناء مع هذه الأجواء المميزة هنا بمدرجات الملعب البلدي بالناظور والكرة هنا اليوم في معترك أنس الستية والتمريرة الطويلة تدخل اللاعب والحكم يترك الامتياز جدا الكنفاوي ينجح الكرة هلالية محاولات الصعود وتماس الهلال الناظور للأجواء حماسية بالمدرجات العلاقات الحماسية للاعبي داخل رقعة الملعب لتسجيل الهدف السابق والكرة للاعب المليحي رشيد القفاوي والتمريرة رشيد القفاوي ركنية ركنية في هذه اللحظة الهلال الناظور بعد تمريرة رشيد القفاوي إذن الركنية أولى لفريق الهلال الرياضي الناظوري
هذا في انتظار تنفيذ الركنية. دفاع النصر السطية يتدخل اللاعب الهلالي رشيد القنفاوي يعيد الكرة لمطرك للاعب بلعب في هذه المقابلة. محاولة لفريق الهلال الرياضي ياسين الطاهري لاعب بلاعب الكرة والحكم يعلن عن خطأ لفريق النسمة السطية في هذا الأثناء. نحن على مجريات الشوط الأول من مقابلة الهلال الرياضي الناظوري والنسمة السطية. القسم الأول هو شطر الشمال الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب. انتظار تمرير النسمة السطية لكرة الخطأ. لاعب بلعب لاعب بلعب في معترك هلال الرياضي الناظوري. إذن هذه المقابلة نذكر أنها تندرج ضمن الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب هنا بالملعب البلدي بالناظور في انتظار صفرة الحكم. إذن في انتظار التمريرات والدفاع يتدخل إذن الكرة هلالية ومراوغة جيدة. ما زالت الكرة هلالية رشيد القنفاوي إذا التماس لهلال الناظور إذا خطأ لصالح هلال الناظور في الأثناء بعد عرقلة اللاعب إذن ضربة خطأ لصالح الهلال الرياضي الناظوري. ومحمد المحي في هذه الأثناء لتمرير الكرة. إذن رشيد محمد المحي محمد المحي في الأثناء والجماهير تطالب بالكرة داخل الشباك النسمة الصافية. لاحظوا محمد المحي في انتظار الصفيرة. محمد المحي والتمريرة الطويلة ولمسة يد لكن الحكم يعطي مسألة الكرة هلالية وتماس للهلال.
اذا تماس الهلال النضر في الاثناء. كره لياسين الطيري. إذن الكرة للاعبي النسمة السطية في الأثناء، والتمريرة الطويلة. إذن الكرة تمريرات أغلب لصالح حارس النسمة السطية. اللاعب بلاعب محاولات لاعبي النسمة السطية للوصول للمرمى، لكن ندية من لاعبي هلال الناظور ومحاولة إرجاع الكرة للخلف لإيجاد الحلول. إذن كما لاحظنا أن مجمل الكرات لصالح النسمة السطية، وهجمة مرتدة وخطأ لصالح الهلال الرياضي الناظوري. رشيد رشيد القرناوي صلاح الدين حصيني محاولات للوصول، تمريرة طويلة لكن الدفاعية تدخل وتماس الهلال الناظور. إذن تمريرات اللاعبي الهلال الرياضي الناظوري. الكرة هلالية الكرة 550 بعد لمس يوسف هواشي للكرة. دلنا زينا ضمن مجريات الشوط الأول من الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للقسم الأول هو شطر الشمال بين فريق الهلال الرياضي الناظوري وفريق النسمة السطية. تدخل ياسين الطاهري محاولة
الكرة الهلالية، تمريرة طويلة، عماد الابيض الاولى الحارس، تمريرة ياسين الطايري، اذا 550 لصالح النسمة السقطية. إذن حارس النسمة السقطية في تمريرة طويلة، دائما وسط الميدان متواجد، الكرة هلالية، محاولة للصعود، تمريرة لإبراهيم، يعني محاولة للوصول لعماد الابيض، وترك النسمة السقطية. إذن مرتد هجومي، دائما الدفاع يتدخل، كرة لوسط الميدان، وكرة هلالية، أحمد مرشوح، أحمد مرشوح لإبراهيم المليحي، وتماس هذا السقطية يلعب بسرعة، رشيد القلفاوي، رشيد القرناوي، يتحصل على بطاقة صفراء بطريقة سهلة. شباب شباب شباب، إذا رشيد القرناوي يتحصل على البطاقة الصفراء. الكرة للاعبي النسمة السقطية، المحاولات اللاعبين النسمة السقطية من وسط الميدان، والكرة هلالية، عماد الابيض، عماد الابيض بعيد عن الكرة، الحكم يعلن عن خطأ لصالح رشيد القرناوي. صلاح الدين حسيني، والعودة للحارس يصبح رشيد القرناوي، محاولة وابراهيم، صلاح الدين حسيني، ياسين الطاهري، محاولة وتمريرة ابراهيم المليحي، هدف 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 للهلال، هدف اول للهلال النظر، هدف اللحظه للهلال النظر، هدف اللحظه للهلال النظر في تمريره جيده، تمريره جيده وتعليل على الهدف اول.
الهلال النظر والجماهير الهلالية تتفاعل مع تسجيل الهدف الأول. كان هدف مميز بعد عملية مركبة بين اللاعبين. إذن هدف أول لفريق الهلال الرياضي الناظوري في مجريات الشوط الأول من المقابلة. والجماهير الرياضية الهلالية تتفاعل مع هذا الهدف الأول لفريق الهلال الرياضي الناظوري. إذن هدف أول لصالح الهلال الرياضي الناظوري هنا بالملعب البلدي في الناظور، وأجواء حماسية هنا بمدرجات الملعب البلدي في الناظور. إذن محاولة اللاعبي النهضة السقطية، والحكم يعني خطأ للاعبي النهضة السقطية في الأثناء. إذن في الأثناء تمريرة طويلة محاولة لاعبين كرة لحارس المرمى. كرة لرشيد القرناوي، تمريرة لأحمد مرشوح، صلاح الدين حسيني. تمريرات قصيرة من الأثناء رشيد القرناوي، إبراهيم الملحي، وتمريرات طويلة لعماد البيض، والكرة تماس للنسمة السطية. أجواء حماسية هنا بمدرجة الملعب البلدي بالنظر، والكرة هلالية، تمريرة وتدخل لاعب نصف السطية، وركنية ركنية لهلال الناظور. ونذكر أن هلال الناظور مسجل الهدف الأول في مجريات الشوط الأول. إذن الركنية الحكم في حوار مع لاعب عماد البيض. إذن الركنية في هذه الأثناء الهلال الناظور لعلى الهدف الثاني. الركنية الهدف الثاني، والحارس النسمة السطية. وطالبة الحكم بإدخال اللاعب عماد الأبيض. الكرة بين لاعبي النسمة السطية في محاولة للوصول إلى حارس المرمى الهلالي يوسف بوحو، وتميز عماد الأبيض لاعب دفاع النسمة السطية يتدخل لإخراج الكرة. وتماس هلالي من اللاعب ابراهيم المليحي،
تمام الثاني نذكر الجماهير الرياضية المتابعة لهذه المقابلة بمشاركة المبشر والتسلل من لاعب الهلال الرياضي الناطوري. إذا أجواء حماسية ومحاولة البريسينج إذن تمريرات قاصرة بين لاعبين نسمة الصفاتية ياسين الطاهري واحد تحركات ياسين الطاهري مع لاعب نسمة الصفاتية يعني محاولة وكرة طويلة جيد القرناوي إذا إبراهيم المليحي إبراهيم المليحي إذا سقوط اللاعب هنا لا نظر عماد الأبيض في هذا الأثناء كرة عماد الأبيض والتمريرة لكن بعيدة عن المرمى تمريرة عماد الأبيض لازلنا ضمن مجريات الشوط الاول وتفوق الهلال بهدف والكره لحارس الهلال الرياضي رشيد القرناوي رشيد القرناوي كرة هلالية والتمريرة لكن بالخطأ المحاولات اللاعب نسمة الصفية ونذكر الجمهور الرياضي بأن الهلال مسجل الهدف الأول والوحيد في الشوط الأول وتدخل إبراهيم المليحي إلى سقوط اللاعب إبراهيم المليحي من هلال الناظور بعد إذا الركنية لنسمة الصفية والكرة ل 550 لهلال الناظور إذا 550 لحارس يصبح حارس الهلال الرياضي الناظوري إذا تمريرة طويلة وصعود وسط الميدان للمحاولة عماد الأبيض للحصول على الكرة والكرة لحارس النسمة السطية إذا لاعب بلاعب الكرة للنسمة السطية نزلت الكرة وتمريرة طويلة إذا الكرة للنسمة السطية والدقائق
يعني الدقيقة 55 اعتذر اعتذر نزلنا في انتظار الدقائق المقابلة إذن تمريرة طويلة ليصبحوا محاولات وسيلة الطهيري وعماد الأبيض إذن الكرة للنس ما استطيع في هذه الأثناء والحكم يعلن عن نهاية المقابلة الجولة الأولى بهدف وحيد لهلال النضور الهدف الوحيد المسجل في الجولة الأولى لهلال النضور في انتظار الجولة الثانية من المقابلة وأجواء تفاعلية شجاعية تحفيزية للاعبي هلال النضور بعد الشوط الأول هدف أول لهلال النضور في انتظار الجولة الثانية من عمر المقابلة مقابلة القسم الأول هو شطر الشمال الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب
إذا في انتظار انطلاقة الجولة الثانية، نذكر جمهورنا الكريم متتبعي الجولة 15 من قسم أول هواة الشطر الشمال التي تجمع بين فريق الهلال الرياضي الناظوري والنسمة الصفية. إذا التغيير مرتقب هنا لفريق النسمة الصفية بخروج اللاعب أيمن فايزي ودخول حسن حقمول من النسمة الصفية. إذا تغيير اللحظة في المقابلة لفريق النسمة الصفية في انتظار إعلان الحكم عن بداية الشوط الثاني. ونذكر الجمهور الكريم وانطلاقة الجولة الثانية والكرة لفائدة النسمة الصفية. ونذكر الجمهور الكريم أن الشوط الأول والدقيقة 35 عرفت تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال الرياضي الناظوري من طرف لاعب عبد الصمد الحشيش. عبد الصمد الحشيش سجل هدف السبق لفريق الهلال الناظور في الدقيقة 35 من الشوط الأول. ونحن الآن على مجريات الشوط الثاني وتماس لفريق الهلال الناظور. تماس اللحظة لفريق هلال الناظور. ونذكر الجمهور الرياضي أن هذه المقابلة تندرج ضمن الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للقسم الأول هواة شطر الشمال، تجمع بين فريق الهلال الرياضي الناظوري والنسمة الصفية. إذا الكرة لفريق النسمة الصفية. إذا الكرة للاعب النسمة الصفية. إذا لاحظوا صراحة يصعب النقل المباشر من هذه الزاوية. إذن التمريرة طويلة لعماد البيض ولاعب النسمة الصفية. الكرة للاعب النسمة الصفية. التمريرة لياسين الطهيري. الكرة هلالية من وسط الملعب وصلاح الدين حصيني. التمريرات بين رشيد القرناوي صلاح الدين حصيني والتمريرة طويلة. مراوغة تمريرة لكن الدفاع يتدخل وركنية أولى للهلال الناظور.
ركنية خلال الجولة الثانية. الهلال الناظور 3 والجماهير الهلالية طالب بدخول الكرة للشباك. إذا ما زالت الكرة في معترك لاحظوا ماذا يعني مقابلة بين فريق الهلال الرياضي الناظوري والنسمة السطية. مقابلة تعرف الترتيب الثاني في الدورة 14. صاحبي صراحة الأجواء مميزة هنا بالملعب البلدي، لكن في بعض الأحيان يصعب التقاط بعض المشاهد لوقوف الجماهير. والكرة لصلاح الدين الحسيني، رشيد القرناوي، أحمد المرشوح، إذن الكرة لرشيد القرناوي. إبراهيم المليحي الكرة هلالية لاحظ المراوغات والحكم يعلن عن خطأ لهلال الناظور. اللاعب رشيد القناوي يتحصى على الخطأ. إذا محمد المحي في التمريرة، والتمريرة طويلة والدفاع النصف السطية يتدخل وتماس في هذه الأثناء. ونعتذر عن انقطاع الصوت. كما أشرت انقطاع الصوت للأجواء الحماسية وتشجيعات الجماهير الهلالية. إذا لاحظوا الكرة لاعب النسمة السطية في تمريرة لكن يسقط الران. وعماد الأبيض بين ثلاث لاعبين من النسمة السطية. إذا لاحظوا لاعب النسمة السطية وتماس وسقوط اللاعب الهلال الرياضي الناظوري. ياسين الطهيري سقط على أرضية الملعب. لا 11 عبد الصمد الشيش مسجل الهدف الاول في الشوط الاول في الدقيقة 35 مجريات الشوط الاول. عبد الصمد الهجيج يسجل هدف السبق للهلال الناظور. محاولة للنسمة السطية.
الكرة في معترك إلى الرابور، الدفاع يتدخل لإزالة الكرة، والحكم يعلن الخطأ لهلال الناظور. و بطاقة صفراء للاعبي لاعب النسمة السطية. إذن حارس المرمى يصبح حارس عرين الهلال الرياضي الناظوري في هذه المقابلة. تمريرا خطأ، تمريرا طويلة من حارس يصبح، لكن لاعبي النسمة السطية كرة هلالية، ما زالت الكرة لصالح لاعبي النسمة السطية، والحكم يعلن عن خطأ. في رأيتنا أنه الدقيقة العاشرة من الجولة الأولى، الجولة الثانية، الجولة الثانية عرفت تغيير فريق النسمة السطية بدخول اللاعب حسن حقبولة وخروج اللاعب أيمن فايزي، في حين لاعبي الهلال الرياضي الناظوري ما زالوا بكامل الرقعة داخل رقعة الملعب. تمريرة طويلة، واحد عادت الكرة للحارس، الكرة لفريق النسمة السطية ياسين الطاهري، والحكم يعلن عن خطأ وبطاقة صفراء للاعب النسمة السطية. نذكر الجمهور الرياضي بضرورة التفاعل والمشاركة لهذا المباشر الخاص بمقابلة الهلال الرياضي الناظوري كرة القدم والنسمة السطية في الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب. وهدف الهلال الناظور في الدقيقة 35 من مشريات الشوط الأول، ونحن على مشريات الشوط الثاني. تمريرات قصيرة بين لاعبي النسمة السطية ولاعب بلاعب، وتماس الهلال الناظور. الحارس تمريرة طويلة، ياسين الطاهري، عماد البيض، محاولة عماد البيض وياسين الطاهري، والكرة تضيع لياسين الطاهري، وتدخل رشيد القراوي، كرة هلالية وتمريرة طويلة، لكن لسوء الحظ لصالح الحارس النسمة السطية صلاح الدين حسيني. إذن الكرة رشيد القرناوي، إبراهيم المليحي، المحاولات الهلال
الرياضي ناظوري والكرة للناس الوسطاتية والحكم يعلن خطأ وبطاقة صفراء للاعب محمد المحي من فريق الهلال الرياضي ناظوري. إطار التدخل لهذا اللاعب النسمة السطية محمد المحي يتحصل بالأثناء على بطاقة صفراء بعد التدخل على لاعب النسمة السطية وعماد الابيض. تمريرة بين لاعبي النسمة السطية في الأثناء محاولة لاعبي النسمة السطية للوصول لمرمى الحارس يسمح حارس الهلال الرياضي ناظوري. و تماس في الاثناء لفريق النسمة السطية يعني مقابلة بين فريق الهلال الرياضي الناظوري والنسمة السطية هنا بالملعب البلدي بالناظور بحضور جماهيري لتحفيز اللاعبين في آخر دورة لمرحلة الذهاب. الكرة هلالية محاولة ياسين الطيري لاستعادة الكرة محاولة خطيرة للهلال والحارس يوسف بوحو وتسرع الحارس يوسف بوحو بعد التألق في صد الكرة. إذا لعبت الكرة لصالح النسمة السطية ونذكر جمهورنا بضرورة التفاعل والمشاركة لهذا المبشر الرياضي المميز بين فريق الهلال الرياضي ناظوري المتقاسم ل 23 نقطة بين مع فريق قدس تاج هلال الناظور بالمرتبة الخامسة مناسبة مع قدس تاج ب 23 نقطة بينما الجول الأسماء السطية في المرتبة العاشرة ب 17 نقطة وخطأ لفائدة النسمة السطية على مشارف معترك هلال الناظور والدقيقة 16 من عمر الجولة الثانية. إذن نلاحظ حوار الحكم مع منفذ ضربة الخطأ والمسافة القانونية. إذن جدار هلالي واحد الجدار الهلالي كل اللاعبين في المعترك كل اللاعبين في المعترك في الأثناء. دقيقة 17 مجريات الشوط الثاني وضربة الخطأ للنسمة السطية هل ستكون رحيمة بالحارس يوسف محو؟ والكرة 5.50 متر لصالح الهلال الرياضي ناظوري وتشجيعات الجماهير الهلالية الحاضرة هنا بالملعب البلدي بالناظور والتمريرة الطويلة الكرة في منتصف الملعب والعودة للوراء
لفريق النصر الوسطية. التمريرات قصيرة، واحد مرتد لكن خارج أرضية الملعب، طرف لاعب النسمة السطية. إذن 550 للحارس يوسف بوحو، ومطالبة الحكم للحارس يوسف بوحو للعب الكرة. تمريرة طويلة للحارس يصبح نعيمة الأبيض، والكرة هلالية. تمريرة طويلة لكن الكرة مسالت هلالية معترك، وتدخل الدفاع، ولاعب إبراهيم المليحي. تمريرات قصيرة مسالت هلالية، لكن الدفاع يتدخل وركنية الهلال الدور. إذا ركنية في الأثناء الهلال الدور، هل هي ركنية الهدف؟ ركنية الهدف الثاني. وطويلة لكن الحكم يعني على خطأ لحارس مرمى النسمة السطية. نناشد الجماهير الهلالية داخل الإقليم وخارجهم ديار أوروبية بالتفاعل والمشاركة لهذا النقل المبشر الذي يجمع فريق الهلال الرياضي الناظوري وفريق النسمة الساتية. الكرة لفريق النسمة الساتية، حاولت إعادة الكرة للوراء، إيجاد الحلول. لاحظوا الكرة في معترك عملية الهلال، والتمريرة حاولت لاعب النسمة السطية للمحافظة على الكرة. كرة خطيرة خطيرة، حاولت لكن لاعب الهلال في المكان المناسب، ومحاولة السطية. لاحظوا تمركز لاعب الهلال النظر، لاعب بلاعب، والحكم يعلن على خطأ الهلال النظر في الأثناء. والدقيقة 22 من مشتريات الشوط الثاني. إذا الشوط الأول تسجيل الهدف السابق للهلال الدور في الدقيقة 35. إذا حوار بين عماد الأبيض والطلحاوي، ومحاولة إدخال الطاقم الإسعافي لإسعاف لاعبي الهلال الرياضي الناظوري في هذه الأثناء، والمقابلة متوقفة. إذا نذكر الجمهور الرياضي الهلالي بضرورة التفاعل والمشاركة لهذا المبشر. مبشر القسم الأول هو شطر الشمال،
الجولة الخامسة عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب هنا بالملعب البلدي بالناظور. ونذكر الجماهير الهلالية والرياضية أن الدقيقة 35 من الشوط الأول عرف تسجيل هدف الساق من اللاعب عبد الصمد الحشيش في الدقيقة 35 من مجريات الشوط الأول. ونحن على مشارف الدقيقة 24 مجريات الشوط الثاني. دقيقة 24 مجريات الشوط الثاني. الكرة بين أخذ ورد ولاعب بلاعب. محاولة تمرير الكرة بين لاعبي النصف السطية والجماهير الهلالية تتفاعل وحتى اللاعبين على التمركز. إذا الكرة لحارس يوسف بوحو حارس عرين الهلال الرياضي الناظوري في هذه المقابلة. تمريرة طويلة وعماد الأبيض نسينا ديمنا مجريات الشوط الثاني. التمريرة بين لاعبي الهلال الرياضي الناظوري حاولت للوصول للمرمى أنس مستطيع ومحاولة تمريرة لكن إبعاد رشيد القرناوي. محاولة هلالية لكن الحكم يعطي بطاقة صفراء. إذن بطاقة صفراء للاعب عماد الأبيض لمحاولة تمويه الحكم بضربة الجزاء. إذن عماد الأبيض يتحصل على بطاقة صفراء. إذن رشيد القناوي الكرة في وسط الميدان اللي نسمع استطيع تمريرة طويلة كادت ان يكون هدف في غفله من لاعبي الهلال الرياضي الناظوري. إذن مجريات الصوت الثاني وحكم مساعد يرفع راية معلن عن التسلل. تسلل لصالح هلال الناظور. إذن الكرة لصالح هلال الناظور في الأثناء تمريرة طويلة داخل معترك عمليات. الكرة ما زالت كرة طويلة رشيد القرناوي. الكرة مساء
صالح الى ناضور داخل معترك العمليات وركريا ركريا ثلاثة الهلال الناضور ضمن مباريات الجولة الثانية. هذه الركنية هل ستكون ركنية الهدف الثاني؟ تمريرة طويلة لكن الدفاع يتدخل الكرة للنسمة السطية الكرة الهلال ناضور تمريرة إذن تألق حارس النسمة السطية تمركز اللاعبي هلال ناضور في رقعة الملعب والكرة لهلال ناضور ضرورة الكرة للنسمة السطية محاولة للنسمة السطية و 550 مع سقوط اللاعب هلال الناضور سقوط لاعب هلال الناضور والحكم يطالب باستمرار المقابلة إيقاف التوقيت لحكم المقابلة في حالة لإسعاف لاعب هلال الناضور السقط على الأرض إذن مطالبة الحكم للاعب بالسير الى خارج رقعة الملعب تنازلنا ضمن مجريات الشوط الثاني ولعل اضطراري نلاحظ اللاعب أسامة قفاري يجهز نفسه للدخول اذا صغير اضطراري الهلال الناضور دخول لاعب أسامة قفاري وخروج لاعب المصاب إذن مسجل هدف الأول لهلال الناضور وتغيير اضطراري بعد الإصابة إذن تغيير اضطراري لعبد الصمد الحشيش مسجل الهدف الأول في الدقيقة 35 من مجريات الشوط الأول التمريرة طويلة اتجاه عماد الابيض عماد الابيض يفقد التوازن اذن الكرة الهلال الناضور وكرة طويلة
لمطالبة لاعبي أنس وستاتيا بإخراج الكرة. يعني التمرير لاعب أنس وستاتيا للكرة بدون روح رياضية في هذا الأثناء. يعني تغيير اضطراري. فريق الهلال الرياضي الناظوري وسقوط لاعب عماد الابيض على رقعة الملعب وتدخل رجال الوقاية المدنية. عناصر الوقاية المدنية ومسعف الفريق عماد الابيض بعد فقدان السيطرة ووقعي. يعني عماد الابيض في هذا الاثناء ساقط في رقعة الملعب والتغيير الاضطراري بدخول اسامة غفاري وخروج عبد الصمد رشيش. اذا محاولة تغيير ثانية دخول احمد بوجمال. اذا تغيير ثاني مرتقب في صفوف الهلال الرياضي الناظوري. يعني دخول احمد مولى جمال مكان اللاعب يعني مكان اللاعب عماد الابيض. يعني تغييرين طيرين في هذه المقابلة. دخول اللاعب أسامة غفاري مكان عبد الصمد الهشيش بداعي الإصابة. والآن دخول أحمد مولى جمال مكان عماد الابيض بداعي الإصابة. تغييرين اضطراريين في هذه المقابلة من الشوط الثاني. إذا الكرة هلالية والتمريرة طويلة. يعني محاولة لاعب الهلال الناظور للاستماتة وكذلك لتسجيل هدف ثاني. تماس اذا الكرة للنسمة استطيع. نحيد لاعبي النسمة استطيع من وسط ميدان محاولة للتمرير القصير بين اللاعبين لفك شفرة الدفاع الهلال. والحارس يوسف بوحو يتعلق بها الاثناء. تماس لصالح انس ما استطيع لاعب بلعب والحكم يعي خطا للاعبي الهلال الرياضي الناظوري. مجريات الشوط الثاني. حارس يوسف بوحو ساقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة. إذا الحارس يوسف بوحو سقط داخل أرضية الملعب ومطالبة الحكم بمسعف الفريق بالتدخل لتقديم الإسعافات للاعب الحارس يصبح
إذا نعيش مجريات الشوط الثاني وهدف السبق في الدقيقة 35 من مجريات الشوط الأول من تسجيل اللاعب عبد الصمد الحشيش والذي غادر الشوط في الشوط الثاني بدعاء الإصابة برفقة اللاعب عماد الأبيض ودخول اللاعب أسامة غفاري واللاعب أحمد مولا جمال في مجريات الشوط الثاني. إذا المطالبة بتشجيع لاعب الهلال الرياضي نظر في الأثناء من مجريات الشوط الثاني. إذا الكرة لأسامة غفاري لاعب أسامة غفاري كرة تمريرة بمعترك لكن الدفاعية تدخل الكرة لنصف السطية. إذا لاحظ الكرة من وسط الميدان لاعب الهلال الرياضي ناظوري. إذا أسامة كرة هلالية أسامة غفاري لكن أسامة غفاري يفقد السيطرة والكرة لنسمة السطية لاعب بلاعب ياسين الطاهري وحيد لاعب بلاعب محاولة الحفاظ على الهدف المسجل لفريق الهلال الرياضي ناظوري. مراوغة تمريرات قصيرة بين اللاعبين النسمة السطية. إذن نحو الجماهير الهلالية على التفاعل والمشاركة في مشاركة هذا المبشر الرياضي الكروي المتميز هنا بالملعب البلدي بالناظور والكرة لصالح النسمة السطية. والحارس يوسف بحو يتعلق في صد الكرة. إذن الحارس يوسف بحو مقابلة مميزة له اليوم والكرة لصالح هلال الناظور وأسامة غفاري مواجهة مع لاعب النسمة السطية لكن الكرة لم تمر لأسامة غفاري. إذن محاولة للنسمة السطية ولاعب إبراهيم المليحي إبراهيم المليحي إبراهيم المليحي والحكم يعلن عن التسلل والحكم يعلن عن التسلل في حين كانت المطالبة بتسجيل الهدف الثاني. إذن الكرة لنصف السطية تشجيع الجماهير الهلالية للاعب هلال الناظور في الأثناء. محاولة تشجيع لاعب الهلال الناظور من مدرجات الملعب البلدي. إذن الكرة السطية تمريرات قصيرة بين اللاعبين لاعبي الهلال متمركزين وركنية لفائدة
النسبة استطيع في أثناء ذا الركنية للنسبة استطيع ماشي يتحصل على ضربة خطأ في هذه اللحظة. إذن لاحظوا الجماهير الهلالية إذن اللاعب اللاعب يوسف هواشي يعني بعض الحاضرين بعض الجماهير الحاضرة يعني سهد المقابلة للأسف الشديد يعني قول يعني غريب هذا التشجيع أن تكون كلمات للتمريرة لكن الدفاع نصف الستية والكرة هلالية برافو إذا التماس لهلال النضر في هذه اللحظة. إذا اللاعب الهلالي محمد المحي لاحظوا تمركز لاعبي الهلال النضور في هذه الدقائق مباريات الشوط الثاني يعني كل الجماهير واقفة في هذه الأثناء ويصعب نقل من جهة الكرة لصالح الحارس يصبح الحارس يصبح يعني تغطية المقابلة الكل الجماهير واقفة أسامة غفاري إذا الكرة للنسمة أستطيع ولاعبي الهلال الرياضي نظري متمركزين تمركز جيد والجماهير الهلالية تشجع لاعبي الهلال ونهاية المقابلة بفوز فريق الهلال الرياضي نظري في هذه المقابلة مقابلة الجولة 15 والأخيرة لصالح الهلال الرياضي نظري والمسجل عبد الصمد الهشيش في الدقيقة 35 من مباريات الشوط الأول إذن فوز مستحق الهلال الرياضي نظري بهدف في الجولة الأولى إذن جماهير الهلال المشجعة والحاضرة في هذه المقابلة الأخيرة من مرحلة الذهاب وفوز الهلال بهدف لصفر